اذا هذه المشاركه هذه كتجي في اطار احتفالات فاتح ماي اليوم العالمي للشغل، ونحن نحتفل بهذا العيد يعني مكنونين اثر التدخلات في حقوق الاساتذه يوم الاربعاء الاسود. لذلك يعني رجعنا الى الاقسام نعم، وعلقنا الاضراب ولم نوقف الاضراب نتيجة لمجموعة من المناشدات التي وردت على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي تناشد كذلك وزارة التربية الوطنية بالالتزام بمخرجات 13 أبريل واستئناف الحوار وفتح الحوار في الملف المطلبي بشموليته من أجل إيجاد حلول جذرية وموضوعية لهذا الملف. لذلك نقول لوزارة التربية الوطنية ولحكومة سعد الدين العثماني لا بد من إيجاد حلول موضوعية، وإلا فنحن علقنا الإضراب فقط ولم نوقف هذا الإضراب. لذلك يعني من هذا في هذا اليوم العالمي لا تجعلونا يعني نخرج إلى الشارع مرة أخرى، فندعو الوزارة الوصية إلى استخدام العقل والمنطق والحكمة في إيجاد حلول موضوعية لهذا الملف، وشكرا لكم. ما تنساوش تابونا فلاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.